ليك مره ثانيه يا كابتن خالد، برحب بحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين في تغطيتنا الخاصه والحصريه لمباراه النادي الاهلي والزمالك في الجوله السابعه من الدور الاول للدوري الممتاز للكره الطائره. يمكن ما زلنا في انتظار بدايه المباراه، بنتابع الى الان مباراه سموحه والجيش اللي بنتابع احداث الشوط الثاني، والنتيجه حالا دلوقتي معانا 23 سموحه 22 الجيش من الشوط الثاني، والشوط الاول كان انتهى بفوز سموحه 34-32. معانا في هذه الاثناء كابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن رؤوف، يعني برحب حضرتك في البدايه، يعني النهارده كعاده حضرتك دايما مساند فرق النادي الاهلي في كل مكان لغايه اسماعيليه وجاي ورا الفريق النهارده، يعني شايف المباراه ازاي وايه التدعيم اللي بتقدمه للفريق النهارده؟ يعني هو الاول برحب بقناه النادي الاهلي وباستوديو التحليل كابتن خالد العوضي وضيوف. بقول النهارده الكره الطايره يمكن كانت في سنين طويله كلها كانت لا تعرف الا المنافسه ما بين ناديين. النهارده انتقلت الطريقه اللي بقت في كره السله، ان اصبح حوالي اربع فرق بتتنافس، فكل مباراه ما فيش حد بيقدر يعرف نتيجتها، لا تحسم الا بجهود اللاعبين داخل الملعب. وزي ما احنا شايفين المباراه اللي شغاله دي، الشوط الاول خلصان 32-30 ودلوقتي اهو 23-24، ده بيدي صوره للساده المشاهدين قد ايه الفرق متكافئه والفرق قليل جدا لا يحسمها الا التوفيق وعدم التوفيق. مباراة اليوم خشها النادي الاهلي هو الحمد لله على قمة الجدول دون هزيمة، يمكن جميع الفرق المشاركة عندها هزيمة او اكتر. النهاردة باذن الله بدون مقاطعة، يعني مكسب اليوم بيخلينا نقطع خطوة كبيرة جدا للاحتفاظ بالبطولة المفضلة للنادي الاهلي وهي بطولة الدوري. فاعتقد ان الفوز النهارده بيتسع الفارق ما بين النادي الاهلي وبقيه الفرق، يخليه يلعب الشوط الدور الثاني وهو في اريحيه يعني. فبنتمنى من الله عز وجل ان باذن الله يعني نكسب مباراه اليوم عشان نهديها لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن رؤوف، يمكن كابتن خالد ودوف في الاستوديو كانوا لسه بيتكلموا قبل ما حضرتك تخش معانا عن الماديات، الانديه الثانيه فلوس اكتر لكن النادي الاهلي يمكن فلوس اقل شويه من الانديه الثانيه، لكن بسم الله ما شاء الله الاربع بطولات عندنا في النادي الاهلي. يعني هو زي ما الكابتن خالد طبعا قال، السوق بقى مجنون، يعني دخلت قوه شرائيه جديده وارتفعت اسعار اللاعبين، ولكن يبقى النادي الاهلي هو فرس الرهان، ان تقريبا جميع اللاعبين بتبقى الافضليه الاولى عند توقيع للنادي الاهلي. وعايز اقول يعني مش هقول سر، يعني اي لعيب من اللي قدام الساده المشاهدين دول وقع على عقود النادي الاهلي من غير ما يعرف لسه ممكن هياخد ايه ولا اي حاجه. المهم عندنا يعني بيبقى لازم يثبت رغبته ان هو عايز يجي النادي الاهلي على طول، بعد كده يعني كل الامور بتبقى ميسره. فالحمد لله يعني الفريق تم تدعيمه، يمكن احسن مجموعه لاعبين من احسن اللاعبين في مصر، الحمد لله معاهم جهاز فني كفء، جهاز مجلس الاداره يدعم الفريق بكل قوته، عنده بطوله افريقيا باذن الله في نهايه هذا الشهر، وافق مجلس الاداره على سفر الفريق لعمل معسكر في بولندا، وايضا وانا بكلمك دلوقتي سافر اول امس فريق السيدات بتاع الكره الطايره لصربيا برضه لعمل معسكر لبطوله افريقيا اللي هتبتدي يوم 14 وتحتضنها صاله عبد الله الفيصل في النادي الاهلي. فكل ده دعم من مجلس اداره النادي الاهلي للفرق الجماعيه، ولا يضن على فرق الجماعيه باي مسانده سواء بالتدعيمات سواء بالدعم المادي. فبنتمنى بالتوفيق لفرقتنا باذن الله النهارده. كابتن رؤوف، يمكن النادي الاهلي الطايره الاربع مسابقات باذن الله عندنا على طول في النادي، يعني الحوافز ازاي بتخلق حوافز جديده للعيبه؟ يعني اللعيب كل سنه بيفوز بالبطولات جميعا اللي كلها بيخشها، الحوافز وازاي بتتكلموا مع اللعيبه لمواصله انتصار وخلق حوافز جديده للفوز بالبطولات؟ يعني اعتقد ان لعيب النادي الاهلي جيل عن جيل مش محتاج ان انا اقول له ممكن اديله حافز ايه. لعيبه النادي الاهلي بنتوارث ان لا نعرف الا الفوز ولا نعرف الا المركز الاول. فانا اعتقد ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده دي كلها مزج ما بين الشباب والخبره، والخبره بتنقل روح الفانيلا الحمراء وكافيه التمسك بالفوز لغايه اخر لحظه. فانا اعتقد ان النادي الاهلي تملي معود جمهوره ان هو
يعني ما بيشبعش بطولات، هو ده النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. فالحمد لله ربنا يزيد علينا البطولات والانتصارات لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن خالد، لو ليك اي سؤال لكابتن رؤوف عبد القادر اتفضل مع حضرتك. محمد، عايز اسال كابتن رؤوف، يعني ما شاء الله النهائيات شارفت على الانتهاء، دخول الشهر ده عندنا بطولات افريقيه كثيره، استعدادات النادي الاهلي لبطوله افريقيه للكره الطايره سيدات ورجال، اخر الاستعدادات للنادي الاهلي. كابتن رؤوف، كابتن خالد بيسال حضرتك، بيقول لك يعني شرفت كل البطولات على الانتهاء الخاصه بالنشاط الرياضي، وكمان عندنا بطوله افريقيا للكره الطائره، اخر التجهيزات واستعدادات النادي الاهلي لاستضافه البطوله والنهائيات المقبله كلها في جميع الالعاب. يعني هو الحقيقه بالنسبه للبطوله تم اتخاذ قرار مجلس اداره بتكليف دكتور مهند مجدي لرئاسه اللجنه المنظمه العليا لبطوله الطائره للرجال، وايضا الدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره برئاسه اللجنه المنظمه العليا لكره الطائره للسيدات. وبالطبع لم يتبقى الا حوالي 11 يوم على بدء البطوله الاولى، على طول الاجتماعات مستمره لجميع رؤساء اللجان المنظمه، واعتقد ان من النهارده لا يعني لو البطوله اتلعبت بكره احنا جاهزين باذن الله، كل اللجان كلها جاهزه، تم اعداد الفنادق واعداد الصالات وكل ما يهم الاتحاد الافريقي اللي مبعوث في الريجوليشنز بتاعته اتوفرت، وجات لجنه التفتيش والحمد لله اثنت على استعدادنا للتنظيم، فاحنا جاهزين. اما يعني بالنسبه لبقيه الالعاب بالنسبه للبطولات المحليه، لما نستعرض فرق السيدات الثلاثه في الالعاب الجماعيه الحمد لله كل البطولات لغايه دلوقتي كسبها. ايه الموقف بتاعنا النهارده بتاع كره السله؟ كسبان المسابقه الوحيده اللي انتهت دوري المرتبط، الحمد لله فاز بها فريق كره السله. طيب الدوري اللي احنا بنلعبه دلوقتي بتصدره النادي الاهلي برصيد 19 نقطه بالشراكه مع نادي الاتحاد السكندري، يعني في المركز الاول حتى الان. خساره امبارح طبعا انا عارف جماهير النادي الاهلي، بقول لها المهم ان مشوار طويل ومجموع النقاط هو اللي بيحسب الامور في النهايه. كره اليد زي ما الجميع شاهد، يعني مش عايز اتكلم، فرق 6 جوال لغايه اخر 5 دقائق وما حدث. اتركه الكابتن خالد العوضي، هو ادرى مني واخضر مني كعلم من اعلام كره اليد في مصر لتقييم الامور وكيفيه تحول النتيجه عن النادي الاهلي، وايضا ما زلنا بننافس على بطوله الدوري، الفارق نقطه ما بيننا وما بين نادي الزمالك لسه في الدور الثاني بالكامل كله. في حاله لو سارت الامور على طبيعتها ستحسم الامور في المباراه النهائيه، يعني فرصه النادي الاهلي ما زالت قائمه في احراز البطوله المفضله دي باذن الله. شكرا كابتن رؤوف، ونتمنى لكم دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن خالد، مستمرين في تغطيتنا للمباراه، يمكن واضح ان طلائع الجيش وسموحه مصممين ان هم عطلونا النهارده واخروا مباراه النادي الاهلي شويه. الشوط الثاني انتهى في الجيش على سموحه والنتيجه بقت 2-1-1.